السلام عليكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام إلى جولة صحفية جديدة من برنامج صدى الأقلام. نستعرض معكم أهم ما جاء في هذه الجولة في الصحف المحلية والعربية والدولية. البدء مشاهدينا من صحيفة العربي الجديد، نقرأ منها مقالا بعنوان هل يقضي الفساد على العملية السياسية في العراق؟ تناول الكاتب إياد الدلامي مشكلة الفساد العميقة في العراق موضحا أنها متجذرة في النظام السياسي منذ عام 2003. الفساد في العراق لم يعد حالة طارئة، وإنما أصبح جزءا من بنية النظام السياسي. في الآونة الأخيرة تبرز فضيحة سرقة القرن التي تشير إلى اختلاس أكثر من 2.5 مليار دولار من أموال الأمانات الضريبية. هذه الفضيحة ليست الأولى من نوعها، إذ يكشف أدلامي عن الفساد أن الفساد شمل كبار المسؤولين وأثر في كل جوانب الحياة السياسية. ورأى أيضا الكاتب أن هذا الفساد المستشري قد يؤدي في النهاية إلى انهيار النظام السياسي برمته. تطاير شرر سرقة القرن حتى وصل إلى السلطة القضائية في العراق، وبدأ التراشق بين رموزها، وتكشفت فضائع أخرى تتعلق بشراء ذمم كبار القضاة، بل وصل الأمر إلى حد تورط جهات قضائية في ملفات فساد من خلال رد دعاوى فساد كبيرة وغيرها. لا يمكن بأي حال أن تتوقف عجلة الفساد في العراق، فيما يكشف عنه لا يمثل سوى النزر اليسير من ملفات أخرى كبيرة وكبيرة جدا مسكوت عنها، ملفات تحيل سرقة القرن إلى ما يمكن اعتبارها خردة لا تمثل شيئا. هذه العجلة التي يراها أقطاب النظام السياسي مفيدة لهم ماليا وسياسيا، لابد لها أن تسحق النظام السياسي في العراق وتطيح العملية السياسية التي تسعى أمريكا ومعها إيران إلى الحفاظ عليها، فهي بفسادها تعتبر مصدرا ماليا مهما لكليهما، وكل بطريقته الخاصة. غيوم تتجمع في سماء العراق تنذر بثورة تطيح سقف المعبد على رؤوس سدنته. لا يمكن أن يبقى هذا النظام يمارس فساده كله وطائفيته كلها وتهميشه من دون حساب. نعم، ربما تكون تجربة ثورة تشرين 2019 ما زالت ماثلة أمام أعين الشباب العراقي بقسوة القمع الدموي الذي تعاملت فيه السلطات، إلا أن جذوتها في النفوذ ما زالت متقدة تغذيها هذه الصفقات الفاسدة كلها التي يديرها سدنة المعبد. حينها قد لا ينفع النظام السياسي القائم اليوم محاولات إيران الدفاع عنها أو محاولات أمريكا في إصلاحه. من صحيفة المدى نقرأ مقالا بعنوان الاقتصاد العراقي بين التحديات والانهيار. حذر المقال من التحديات الاقتصادية التي يواجهها العراق بسبب اعتماده الكبير على إيرادات النفط. تقلبات أسعار النفط تمثل خطراً على الاستقرار المالي، وقد تؤدي إلى انهيار اقتصادي إذا استمرت في الانخفاض. وذكر المقال أن الحكومة تواجه صعوبات في تنفيذ المشاريع الاستثمارية والتشغيلية مع اعتمادها على النفط مصدراً وحيداً للدخل، إذ أوضح الخبير الاقتصادي منار العبيدي أن الفساد والبيروقراطية وسوء التخطيط الحكومي كلها قد أدت إلى تفاقم هذه الأزمات، وحذر من احتمال عجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين إذا استمرت هذه الظروف. حذر خبراء من احتمال انهيار مالي في حال استمرار انخفاض الأسعار، تؤكد الحكومة التزامها بتأمين رواتب الموظفين رغم التحديات المستمرة في تنفيذ المشاريع الاستثمارية والتشغيلية. وحدد الباحث الاقتصادي منار العبيدي 8 نقاط ضعف رئيسة في الاقتصاد العراقي، مشيرا إلى أن انهيار الاقتصاد قد بدأ فعليا منذ فترة طويلة، وأن تقلبات أسعار النفط ما هي إلا عامل يسهم في تأخير أو تسريع الانهيار. وأوضح العبيدي في إيضاح على منصات التواصل الاجتماعي أن الاقتصاد العراقي يعاني من ضعف في تنوع مصادر الدخل والاعتماد الكبير على النفط، في ظل عجز النظام الاقتصادي عن خلق فرص عمل كافية للباحثين عن العمل.
وأشار إلى أن الفساد وعدم الشفافية والاعتماد على القطاع العام في تشغيل أكثر من 6 ملايين موظف بإنتاجية منخفضة يجعل من الصعب تحفيز القطاع الخاص أو جذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً أن الانهيار حدث بالفعل وأن تقلبات أسعار النفط إما تؤجل أو تسرع هذا الانهيار. من جانبه حذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي من أن استمرار انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى ضغوط كبيرة على الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي العراقي في ظل غياب صندوق سيادي لمواجهة الأزمات. وأكد المرسومي أن وزارة المالية قد تواجه صعوبات في تمويل الرواتب خلال الأشهر المقبلة إذا استمر سعر البرميل في نطاق 70 دولاراً. إلى صحيفة طريق الشعب نقرأ منها تقريراً بعنوان العام الدراسي الجديد على الأبواب والأهالي يتحسسون جيوبهم. مع اقتراب العام الدراسي الجديد يعاني الأهالي ارتفاعاً كبيراً في أسعار المستلزمات المدرسية وما يزيد من الأعباء المالية عليهم. تتراوح أسعار الملابس المدرسية بين 20 إلى 35 ألف دينار وهو ما يعده العديد من الأهالي غير مسوغ. قد ذكر المقال أن التجار يستغلون الوضع الاقتصادي وهو ما يسبب معاناة إضافية للأسر ذات الدخل المحدود. في العطلة الصيفية التي تستمر قرابة 3 أشهر يتنفس أولياء الأمور الصعداء ومن ثم الاستعداد لموسم دراسي جديد، كتب، ملابس قرطاسية، خطوط نقل، دروس خصوصية، والقائمة لا تنتهي قبل الشهر 6 من كل عام. ما يثقل الناس هذا العام أنهم يقولون إن أسعار تلك المستلزمات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً. الملابس المحلية تتراوح أسعارها بين 5 إلى 12 ألف دينار للقطعة، ولكن ارتفاع أجور النقل يؤثر بشكل كبير على الأسعار النهائية، ما يزيد من الأعباء المالية على الأسر خاصة تلك التي لديها أكثر من 3 أو 4 أبناء في سن الدراسة، حيث يتراوح سعر القميص الجيد بين 20 إلى 35 ألف دينار. ويضيف موقع طريق الشعب أن التجار وأصحاب المحال لا يأخذون بعين الاعتبار الوضع المالي لكثير من العائلات، يقومون بعرض بضائعهم بطريقة تجعل الأطفال يقنعون والديهم بضرورة شرائها برغم أن العائلة بالكاد تحصل على قوت يومها، مشيرا إلى وجود فارق اجتماعي كبير بين الأطفال في المدارس، حيث هناك من لديه الإمكانية لشراء أنواع من القرطاسية وأجود الملابس، ما يسبب حساسية بين الأطفال في المدارس، وهو ما لا يتم أخذه بنظر الاعتبار من قبل الجهات المعنية. من القدس العربي نقرأ مشاهدينا مقالاً بعنوان أفول الغرب والهندسة الجديدة للعلاقات الدولية. ناقش الكاتب مثنى عبد الله تراجع النفوذ الغربي على الساحة الدولية مع بروز قوى جديدة كالصين. وذكر المقال أن مفهوم الغرب لم يعد محصوراً في جغرافيا معينة، وإنما أصبح سياسياً يشمل دولاً خارج أوروبا. وهنا يرى الكاتب أن الغرب أخفق في تطبيق قيمه بشكل عادل، أدى ذلك إلى تراجع نفوذه. إذ تسلط المقالة الضوء على التحولات الجيوسياسية التي تشهدها العالم مع صعود تكتلات دولية مثل بريكس، ويخلص الكاتب إلى أن العالم يشهد إعادة تشكيل للعلاقات الدولية مع تراجع قدرة الغرب على فرض إرادته كما كان في السابق. في كل حالات الاستعمار التي حصلت كان الغرب يتصرف كراع لحقوق الإنسان والمواطنة، وهذا هو في الحقيقة الشيء ونقيضه في الوقت نفسه، لأنه كيف تستقيم حالة الاستعمار مع شعار الحرية وحقوق الإنسان والمساواة؟ إن التحالفات القديمة التي هيمنت على العالم لعقود لم تعد قائمة، ونحن الآن أمام منظومات متقلبة كثيراً. هناك شراكات ظرفية مع مجموعة من الدول وقد تكون محدودة زمنياً، لكنها لم تعد تحالفات راسخة لعدة عقود حيث انتهى هذا النمط. صحيح أن الناتو ما زال قائماً وقد تعزز بعد الحرب في أوكرانيا، لكن حتى داخل الناتو وجهات نظر ليست موحدة، ولعل المثال الأبرز على هذا الأمر تركيا،
فهي عضو في الناتو منذ عام 1952، لكن نلاحظ منذ 15 عاما تقريبا أن تركيا قررت التحرر من الالتزامات القالبية في مواقف الناتو. هي لم تخرج من الحلف ولا تزال عضوا فيه، لكنهم باتوا يطلقون عليها تسمية العضو المشاغب، فهي لا تتردد في ترجيح مصالحها الخاصة حتى عبر معارضة بعض قرارات الولايات المتحدة الأمريكية. ووجدنا لديها مواقف مختلفة إزاء روسيا وإزاء فلسطين. إذن هي قررت لعب ورقة السيادة الوطنية واتخاذ قراراتها باستقلالية، وهذا سيؤدي حتما إلى حدوث تحول وتغيير في علاقتها مع العالم الغربي. حراس البقر يعززون العنف الديني ضد المسلمين بالهند في عادي مودي، فقد قررت سلسلة الهجمات الأخيرة التي شنها الهندوس على المسلمين في الهند الضوء على كيفية استمرار العنف الطائفي في كونه مشكلة خطرة، حتى مع سعي البلاد إلى تعريف نفسها على المسرح العالمي بصفته ديمقراطية قوية تتمتع بحقوق متساوية للجميع، حسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز التي ذكرت أنه برغم فوز رئيس الوزراء مودي بفارق ضئيل في الانتخابات في شهر حزيران يونيو الذي فسره كثيرون على أنه رفض، فقد كانت هناك حالات عديدة من مثل هذا العنف وفقا لمنظمات حقوق الإنسان التي تركز على الهند وإحصاء صحيفة نيويورك تايمز للتقارير الإخبارية المحلية. العنف الديني ليس نادرا في الهند، حيث يتعايش أكثر من مليار هندوسي وحوالي 200 مليون مسلم و30 مليون مسيحي و25 مليون سيخي وأقليات دينية أخرى في بعض الأحيان بشكل غير مريح. في عهد مودي الذي سعى إلى تحقيق أجندة قومية هندوسية منذ توليه السلطة في عام 2014، أصبح المسلمون بشكل متزايد هدفاً للجماعات الهندوسية المتشددة التابعة لحزب بهاريتيا جاناتا. تحدث مئات حالات العنف الديني بما في ذلك الإعدام خارج نطاق القانون والضرب والإساءة كل عام، وفقاً لبيانات من مكتب سجلات الجرائم الوطنية. ونقل التقرير عن هارش ماندر الناشط في مجال حقوق الإنسان والسلام قوله إن الهجمات شائعة لدرجة أنها فقدت قدرتها على الصدمة تقريبا، وأضاف أن العنف ضد المسلمين على وجه الخصوص أولا يتم تطبيعه، وثانيا يتم إطفاء الشرعية عليه، وثالثا يتم تقديره، لذا ليس من الطبيعي القيام بذلك فحسب، بل إنه من الجيد القيام به. وأشارت الصحيفة إلى أن حراسة الأبقار هي مجموعة فرعية من العنف الديني، حيث تعمل فرق حماة الأبقار كقوة شرطة بحكم الأمر الواقع. هذه وقفة قصيرة مع الرسوم الكاريكاتيرية. دعت منظمات دعم مرضى السرطان في ألمانيا إلى ممارسة الرياضة يومياً في المدارس لمدة ساعة، مشيرة في ذلك إلى التأثير الوقائي من السرطان عند ممارسة الأنشطة البدنية بصورة دورية. وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الألمانية لدعم مرضى السرطان جاردا نيتكوفن
إن متعة الحركة هي في الواقع شيء متأصل فينا منذ ميلادنا، ولكن لأسباب مختلفة ينسى كثير من الأطفال متعة النشاط البدني ويكبرون ليصبحوا عازفين عن الحركة. قد جاء في بيان صدر عن الأسبوع الوطني للوقاية من السرطان الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية أن من المهم تحفيز الأطفال على ممارسة النشاط البدني. وبمناسبة أسبوع الوقاية تطلق المنظمات الثلاث حملة تحت شعار هل تريد مرافقتي على شبكات التواصل الاجتماعي. وأشار البيان في النهاية إلى أن ما يقدر بنحو 6% من جميع حالات السرطان الجديدة في ألمانيا ناجمة عن العزوف عن الحركة. نتابع الآن مشاهدينا الكرام التقرير الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. في نهاية جولتنا الصحفية مشاهدينا الكرام مع صدى الأقلام، تقبلوا تحيتنا، السلام عليكم.